ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن بعض المأكولات اللي هي بتهدي طفل الـ ADHD، تشتت الانتباه وفرط الحركة. ايه المأكولات اللي بتهدي الطفل اللي هو عنده تشتت انتباه وفرط حركة؟ اول حاجة الشوكولاتة الداكنة، تمام. تاني حاجة الخضروات زي الكرفس، الجزر، البروكلي، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي بتهديه الفواكه زي التفاح، الموز، المشمش، الخوخ، التوت، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللحمة البيضة ومنتجات الألبان، دي من ضمن الحاجات اللي بتهدي أطفال الـ ADHD، والمكسرات والكافيين، تمام. كمان من ضمن الحاجات اللي هي بقى بتزود فرط الحركة، الحاجات اللي بتزود بقى الموضوع عند الطفل، اول حاجة طبعا المواد الحافظة، تاني حاجة المشروبات الغازية، البيبسي والسيفن والحاجات دي كلها للاطفال كلها بتحبها تقريبا، المواد الحافظة اللي موجودة في العصير والشيبسيات والبسكوت والكلام ده كله. كمان الايس كريم من الحاجات اللي بتزود الـ ADHD. الحلويات طبعا بتزودها جدا، وخصوصا لو احنا مش عاملين لها حدود، يعني اوقات ممكن اكل الطفل حاجه حلوه بس مش اللي هو ايه، ببقى عامله لها ليميت معين، مش سايبه الموضوع مفتوح على الاخر. البرجر كمان بيزود الاي دي اتش دي او بيزود الموضوع عند الطفل طبعا. الناجتس، تمام. كمان الهوت دوج للاطفال برضو كلها بتحبه. الطماطم من الحاجات اللي بتزود الاي دي اتش دي. المانجا طبعا بتزوده. البرتقان اللي هو اليوسفندي، تمام. الفراوله بتزوده برضو. العنب وتين المربى، تمام. النكهات اللي هي الملونات الصناعيه اللي بتتحط للعصاير، في نكهات كده معينه اللي هي بتتحط للعصاير او الشيبسيات او البسكوتات او كده، دي برضو بتزود فرط الحركه وتشتت الانتباه. طبعا ولو الطفل اصلا عنده فرط حركه طبعا بيبقى بيتابع مع دكتور وكل حاجه، بس دي من ضمن الحاجات اللي بتزود الموضوع، تمام. فانا طالما حاجه هتزود الموضوع احاول اقلل منها مش اكتر يعني، تمام. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.